حياكم الله مشاهدينا الكرام. الرياض لا تكتفي بمواجهة الفساد داخليا، بل تبادر لإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لتكون مكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي حاليا. الرياض وشركاؤها في مجموعة 20 أكدوا على ضرورة اجتثاث الفساد، حيث أجمعت الدول على السعي قدما لإعادة حقوق الدولة والمجتمع. سعيا وراء إعادة حقوق الدولة والمجتمع، تمضي المملكة قدما في اجتثاث آفة الفساد، إذ نفذ وعد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه لن ينجو من الفساد أحد كائنا من كان. فقد أصدرت السعودية قرارات بإجراء تحقيقات في عدة قضايا دون أن تستثني أحدا تدور حوله شبهة فساد، حتى وإن كان من الأسرة المالكة، لتطيح به في شباك العدالة. واستمرت وتيرة حرب المملكة ضد الفساد التي لم تقتصر على الداخل فحسب، بل تعدت إلى المساهمة بدورها العالمي في حماية المجتمع الدولي من آثار الآفة الخطيرة على المجتمعات. وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من ظروف صحية واقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومن خلال رئاسة المملكة لمجموعة 20، جاءت مبادرة الرياض لمكافحة الفساد التي تعزز التعاون المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أبرز عناصر المبادرة جاءت في إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصة لتسهيل تبادل المعلومات بين السلطات المعنية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي مكافحة الفساد. وكشف وزراء مكافحة الفساد في دول 20 في بيانهم الختامي الذي صدر عن الاجتماع تشديدهم على التهديدات المتزايدة للفساد والتأثير الخطير الذي تشكله هذه الآفة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وجودة الاستثمار والابتكار. دور المملكة العالمي حتم عليها عدم الانكفاء في مواجهة آفة الفساد حتى عالميا، واستثمرت رئاستها لقمة دول مجموعة 20 بوضع مكافحة الفساد أحد المحاور الرئيسة للقمة، كما استضافت العديد من اللقاءات وورش العمل المعنية بأفضل السبل لمكافحة الفساد. مجمل القول يا صاحبي.